السلام عليكم. الصواريخ الإيرانية وصلت بشكل رسمي إلى روسيا لتستفيد منها موسكو في حربها ضد أوكرانيا. هذا الأمر كان قد تم الإعلان عنه بشكل واضح من قبل وزارة الدفاع الروسية بنفسها عن طريق مقطع مصور أظهروا من خلاله هذه الصواريخ الإيرانية التي ترونها أمامكم. وهذه الصواريخ هي عبارة عن صواريخ جراد 122 ملم من صواريخ آراش الإيرانية طبعا، التي يصل وزنها إلى 64 كيلوغراما. الرأس الحربية الخاص بها يصل وزنه إلى 18 كيلوغراما، ومدى هذا الصاروخ يصل إلى 20 كيلومترا، وفي بعض الأحيان يصل إلى مديات أبعد من ذلك. هذه الصواريخ سبق وأن لاحظنا الفصائل المسلحة المقربة من إيران الموجودة في العراق قد استخدمت هذه الصواريخ مثلا ضد القواعد التي تتواجد فيها القوات التركية مثل قاعدة زيليكان على سبيل المثال. وهذه إحدى الصور لإحدى المنصات والصواريخ التي استخدمت في هذه الاستهدافات، وكذلك استخدمت على قاعدة عين الأسد حيث ما يتواجد مستشاري التحالف الدولي الأمريكي في العراق. والمنصات عادة تكون بسيطة بالنسبة للفصائل المسلحة مثل هذه المنصات التي ترونها، أو حتى أنهم قاموا بتحوير بعض العجلات المدنية بهذا الشكل مثل هذه العجلة الهينو طبعا. وبالنسبة لروسيا هذه الصواريخ من الممكن أن تطبق على الراجمات الصاروخية الروسية البي ام 21 جراد التي من الممكن أن تطلق هذه الصواريخ بهذا الشكل وبهذا الأسلوب. وهذا الأمر الذي ذكرناه لكم أكدته العديد من المصادر المهمة على موقع أكس على سبيل المثال يوكرين ويبنز تراكر، التي تحدثت وأكدت عن أن هذه الصواريخ التي ظهرت في هذه المقطع وفي هذا المقطع وهي صواريخ إيرانية بحتة من صواريخ جراد 122 ملم الإيرانية. وكذلك أيضا ديفنس بلوك قد تحدثت عن نفس المسألة وأكدت هذه التفاصيل التي ذكرناها لكم. وطبعا بالنسبة ليوكرين ويبنز تراكر تحدثت بشكل مثير في أغسطس قبل شهرين تقريبا عن صور، ونشرت صور مثيرة عن نفس هذه الصواريخ، وقالوا بأن هذه الصواريخ تستخدمها روسيا على داخل الأوكراني ولكنها ليست ظاهرة على المستوى الرسمي، لا بل أنه نشر صورة لطبيعة الإنتاج لهذه الصواريخ. إذا ما رأينا هنا بعض الصواريخ تم إنتاجها في عام 2018، وبعض هذه الصواريخ قد أنتجت في عام 2023 كما تلاحظون. وبالنظر إلى تاريخ هذه الصواريخ وإنتاجها الحديث من هذه الصواريخ الجراد التي نتحدث عنها، كنا منتصف هذا العام تحديدا في شهر يونيو سكاي نيوز البريطانية كانت قد نشرت اتفاقية عقدت بين الجانبين الروسي والإيراني من أجل أن تقوم إيران من بيع الذخيرة بشكل عام من الصواريخ وغيرها من الأمور التي تحتاجها روسيا في حربها على أوكرانيا. وقع اتفاق كامل. سكاي نيوز البريطانية نشرت هذه الاتفاقية المكونة من 21 صفحة، وهذه الصفحة الأولى من هذه الاتفاقية، وتلاحظ بشكل واضح بأننا أمام روسيا وإيران طبعا عن IR وRU في عام 2022 وتحديدا في سبتمبر 14 من سبتمبر من عام 2022. وطبعا كما نلاحظ أميونيشن، أي أنهم قد اتفقوا على عملية إيصال الذخيرة الإيرانية لروسيا. وفي الصفحة من الأمور أو المتطلبات أو الذخيرة الإيرانية التي سترسل والتي تم الاتفاق عليها بين إيران وروسيا، ستلاحظ بأن هذه المادة الأولى أو البند الأول نلاحظ مذكور بشكل واضح صواريخ 122 ملم من الصواريخ طبعا الجراد الإيرانية، واتفق على عملية وتم الاتفاق على إرسال 40,000 من هذه الصواريخ. وهذا قد يفسر لماذا رأينا الصاروخ الذي تحدثنا عنه الذي أنتج في عام 2023 وأرسل لروسيا واستخدم في أوكرانيا، وها نحن أمام هذه الصواريخ التي نراها والواضح جدا بأنها منتجة في عام 2023 في ظل هذا المقطع القادم من وزارة الدفاع الروسية بهذا الشكل العلني وبهذا الشكل الرسمي. وأيضا أن الاستخبارات الأوكرانية سبق وأن تحدثت في منتصف عام 2022 بأن روسيا بدأت باستخدام هذا النوع من الصواريخ في ذلك الوقت، أي بعد تقريبا أشهر 3 أشهر أو 4 أشهر من بدء هذه الحرب بدأوا الروس يستخدمون هذه الصواريخ، ولكن كان الجانب الأوكراني هو الوحيد الذي يتحدث عن هذه المسألة، لذلك الأمور لم تكن أكيدة كما هو الآن اليوم وكما نتحدث اليوم. وهذا التقرير طبعا القادم من الاستخبارات الأوكرانية آنذاك هو قد يفسر لماذا نرى
الصواريخ المنتجة في عام 2018 من صواريخ الجراد الإيرانية التي نتحدث عنها اليوم. الأمر ليس مقلقا فقط في مسألة، والقلق ولا يأتي من هذه الصواريخ فقط، ولكن القلق بأن روسيا الآن بدأت تستعرض هذه الصواريخ الإيرانية للمرة الأولى على الإطلاق، ونحن شيئا فشيئا نقترب من القرار وقرار مجلس الأمن الدولي ألا وهو 2231 الذي يأتي من ضمن الاتفاق النووي الذي وقع في عام 2015. فهذا القرار سينتهي وستنتهي صلاحيته طبعا في 18 من أكتوبر، أي من هذا الشهر، وروسيا بدأت تستعرض كما نتحدث الآن، والغرب في قلق كبير للغاية من الصواريخ البالستية الإيرانية التي ممكن أن تجد طريقها لروسيا لتستخدم على الأوكران. نيوزويك الأمريكية كما تلاحظون هنا يوم أمس تحدثت عن هذه المسألة وعن الصواريخ التي ممكن فعلا أن تتسلمها أو تتحصل عليها روسيا في هذه الحرب من الجانب الإيراني، وذكروا وركزوا بشكل واضح على صاروخ فاتح 110 الإيرانية، الصاروخ البالستي الذي يصل مداه تقريبا إلى 500 كيلومتر، وسبق وأن استخدم على قاعدة عين الأسد في انتقام إيران لاغتيال أو لعملية الاغتيال التي طالت الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني في عام 2020، وقد قصفوا القاعدة بهذا الشكل باستخدام هذه الصواريخ. وأيضا هذه الصواريخ كما تحدث النيوزويك طبعا الأمريكية قالت بأنها ستكون مفيدة للغاية بالنسبة لروسيا لأسباب مهمة، ألا وهي أن روسيا ستستخدم الصواريخ الإيرانية بدلا من استخدام صواريخ الكروز الخاصة بها مثل KH-101 أو حتى KH-555 من صواريخ الكروز المهمة للغاية، بالتالي ستحافظ على صواريخها وخزينها من الصواريخ بدلا من أن تستنزفه طبعا في الداخل الأوكراني، وتستخدم الصواريخ الإيرانية. وهذه مسألة مهمة لأن هذه الصواريخ الكروز الروسية من الممكن أن تكون مهمة فيما بعد إذا ما حدث صدام مع حلف الناتو، وبالتالي لا يريدون استنزاف كل قدراتهم بكل تأكيد. وأيضا في نفس الوقت بأن هذه الصواريخ أيضا البالستية الإيرانية وأيضا الطائرات المسيرة الإيرانية مثل طائرات شاهد 136 المفخخة هي أيضا مهمة على مستوى الكوست أو التكلفة بالنسبة للروس، فتكلفة الصواريخ التي نراها من صواريخ طبعا KH-101 على سبيل المثال تصل قيمتها إلى 1.2 مليون دولار للصواريخ صاروخ الواحد، أما صاروخ طبعا KH-555 تصل قيمته إلى 1.7 مليون دولار للصاروخ الواحد، بينما صاروخ فاتح 110 هو أرخص بكثير من هذه الصواريخ بحسب ما تحدثت عنه النيوزويك الأمريكية. وبالتالي هذه الصواريخ ستكون مفيدة على مستوى التكلفة لروسيا وكذلك في استنزاف الأوكرانيين عندما يقومون باستهداف الأوكرانيين، وكذلك ستستنزف المنظومات الدفاعية الباهظة الثمن التي يستخدمها الأوكرانيين، وبالتالي ستكون حربا رابحة على مستوى التكلفة وتحافظ على صواريخهم. وأيضا أن الإيرانيين عندما قاموا بتصميم هذا الصاروخ تحديدا أخذوا بعين الاعتبار مواجهة صواريخ الباتريوت الأمريكية القادرة على عملية التصدي لهذا الصاروخ، بالتالي هذا الصاروخ ممكن أن يشكل تحدي أيضا لمنظومات الباتريوت الأمريكية، هي قادرة طبعا على التصدي لهذا الصاروخ ولكن قد تكون بعض الصواريخ قادرة على إصابة أهدافها، وستكون أصعب بكثير من مسألة الطائرات المسيرة الإيرانية إن ما وجدت طريقها طبعا بكل تأكيد. وأيضا أن الروس من الممكن أن يقولوا أيها الأمريكيون أنتم يعني ستقدمون صواريخ التاكمز إلى أوكرانيا، هذا الأمر لم يحسم، ولكن تبدو هذه الصواريخ في طريقها إلى أوكرانيا، وبما أنكم تريدون المساعدة بهذا المجال فبالنسبة لنا طبعا سنرد على الأمريكيين وسنأخذ صواريخ فاتح 110، وقد يقفزون إلى صواريخ ذو الفقار التي تصل طبعا مدياتها إلى مديات أعلى بكثير من صاروخ فاتح 110، وهذه مسألة مهمة للغاية بالنسبة للإيرانيين تحديدا، وهذا الصاروخ قد يلعب أدوارا كبيرة وكبيرة للغاية بالنسبة لهم. وطبعا أيضا بالنسبة للروس هذه مسألة مهمة خاصة وأن الأوكرانيين لديهم مشكلة حقيقية على الأرض وعلى أرض المعركة ضد الروس،
فليس هنالك تقدما على مستوى لوغانسك ولا حتى على مستوى دانييتسك. كل ما تحقق بالنسبة للأوكرانيين مؤخرا هي عملية التقدم في الأسبوع الماضي أو قبل أسبوع ونصف تقريبا في مدينة باخموت إلى جنوبها، سيطروا على كليتشيفكا على أندرييفكا، وبعد ذلك كل الأمور توقفت، وحتى التقدم الذي جاء باتجاه زاباروجيا كما تلاحظون هنا على سبيل المثال تحقق بعض التقدم الذي يأتي باتجاه ميليتابول، ولكن بمجرد ما وصلت التقدم إلى الخطوط الدفاعية الرئيسية الروسية توقف هذا التقدم. حتى عبور نهر دنيبرو لم يحقق الكثير بالنسبة للأوكرانيين، والخطوط الدفاعية الروسية ناجحة للغاية في هذه المناطق وفي هذه المواقع التي كان من المفترض لأوكرانيا أن تحقق الكثير في هجومها المضاد، وبالتالي وصول الصواريخ البالستية الإيرانية مع انتهاء القرار الذي نتحدث عنه هو سيلعب أدوارا مهمة للغاية، ليس فقط للدفاع وإنما لاستنزاف قدرات الناتو والدعم لكييف المستمر. وكييف اليوم تعاني من مشكلة كبيرة، وهذه المشكلة قادمة من داخل الكونغرس الأمريكي، فالجانب الأمريكي الآن قاموا بعملية وهنالك خلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبأن الجمهوريين قاموا ببساطة في مجلس النواب الأمريكي وتحديدا مكارثي وهو زعيم الأغلبية الموجودة في طبعا مجلس النواب الأغلبية الجمهورية، قام برفع فقرة المساعدة والفقرة المرتبطة بمساعدة أوكرانيا بقيمة 20 مليار دولار، وبالتالي قاموا بإقرار موازنة مؤقتة أمريكية تبحث ببساطة عن تمرير العديد من الأمور إلا مساعدة أوكرانيا، وهذا هو الذي يقلق أوكرانيا كثيرا. عدم وجود أي مساعدات أمريكية يعني بأن الروس سينتصرون ويبقون في كل المناطق التي تحدثنا عنها، وبالتالي هنا الأمور تسير عكس ما تريده أوكرانيا. وطبعا الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يضغط على الجمهوريين من أجل حل هذه المسألة وتمرير هذه المساعدات، ولكن هنالك تشنج كبير. المسألة أيضا في نفس الوقت بالنسبة لإيران ستكون مفيدة للغاية، هي ليست مفيدة فقط للروس، وذلك لسبب مهم، أن النيوزويك الأمريكية ذكرت بشكل واضح أن هذه الصواريخ يعتقد بأن هذا الصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية، وكنا يوم أمس أو في الأيام القليلة الماضية يوم أمس تحديدا كان هنالك تقريرا أمريكيا من البنتاغون تحدث أن إيران قادرة خلال أسبوعين فقط من الوصول للقنبلة النووية، ولكن لديهم مشكلة طبعا الإيرانيين هي في مسألة وضع القنبلة النووية أو الرأس الحربية النووية على الصواريخ البالستية الإيرانية، لا يمتلكون الخبرة الكافية لهذه المسألة، وبالتالي عندما يرسلون مثل هذه الصواريخ للروس طبعا الروس قد يساعدونهم في مسألة أخذ التكنولوجيا المرتبطة بوضع الرؤوس النووية على مثل هذه الصواريخ، وبالتالي حتى أن الإيرانيين مثلما استخدموا واستفادوا من استخدام طائرات شاهد 136 التي تطورت بعد استخدامات كثيرة منذ العام الماضي حتى يومنا هذا في الداخل الأوكراني، هذه الصواريخ ممكن أن تجرب الآن ضد أسلحة الناتو، وإيران ستستفيد من هذه المسألة، وهذه الصواريخ ستكون أكثر تطورا في المواجهات المستقبلية على مستوى الشرق الأوسط، وخاصة وهم تقدموا على المستوى النووي بشكل كبير وكبير للغاية، وبالتالي المسألة فيها فائدة كبيرة للجانبين إن كان الإيراني وإن كان الروسي، وهذا هو الذي يجعل الأوساط الأمريكية في قلق كبير في ظل كل المعلومات التي نتحدث عنها وما ممكن أن يكون قادما بعد 18 من أكتوبر الحالي.